تواصلوا مع بعض عن طريق لغة الإشارة أحسن زي لغة الإشارة. فلغة الإشارة تخليك الوصول تحت الماء الغوص آمن، ما في خوف. زين هنا بعض المعدات أيضا يستعين بها الغواص تحت. على سبيل المثال هذا الجهاز لما أنا أبغى ألفت نظر زملائي الغواصين، إذا كان هذا مشبوه مع الهواء يعطيني منبه زي الهرج أو الصوت. أما إذا ما كان مو مشبوه على الهواء عند الجهاز هذا أو هذا، يعطيني جرس إنه ألفت نظر زملائي الغواصين أساس أروج حاجة معينة. على سبيل المثال أنا الغوص وشفت مثلا السلحفاة، أبغى أروج زملائي السلحفاة، فلما ألفت نظرهم يطلعوني أسوي هذه الإشارة أبغى أروج حاجة هناك موجود سلحفاة، هذه إشارة سلحفاة. أو إشارة مثلا سمكة صخرية، أو زين أو إشارة مثلا هذه إيش؟ سمكة قرش. ممتاز يا محمد. أو مثلا حبوب. فهذه لغات الإشارة نستعملها الغواصين أساس التخاطب بها. أيضا أنا بما أني أستعمل الهواء بينزل الأكسجين، بينزل الضغط. أعطي زملائي خبر أن الأكسجين وصل النص عندي كيف؟ مثلا هذه إشارة أن الهواء انخفض إلى النص. تمام؟ أو زميلي اللي أنا بوصله بدأ ينزل الهواء، يبين عليك لاعب سابق، يبين عليك لاعب سابق. المنظمة هذا في خط أصفر، شوفوا اللون، هذا خط احتياط عندي أنا. لما الغوص يا زميلي نزل الهواء عنده وبحاجة ما صار الهواء، أقدر أعطيه من عندي أنا ونطلع بطريقة آمنة إلى الصف فوق. يعني ما في خوف، أنا شو ولا تخافوا إنه بيكمل السجين عندكم. تمام؟ الأشياء هذه نستعملها أيضاً لو مثلاً غوص منطقة مفتوحة المحاط فيه قوارب، هذه فك الهواء تخليها فوق، لازم دي تشوفها من بعيد، ترى في غواصين تحت لا أحد يمر بقارب حواليها. زين اليد هذه نستعملها أيضاً في الغوص في الليل، لما نغوص في الليل نستعمل الإضاءة ويضوي لنا ونشوف من خلالها الجيجات. شوف المنظم هذاك في جيجات، جيج يبين لي كم باقي عندي من ضغط الهواء في السلندر، الجيج الثاني يبين كم على عمق كم 10 متر 20 متر 30 متر. تمام؟ هذا وش صار؟ مثلا لو استلمت حبوب الماء نسبة الهواء تنخفض عندك لو استلمت؟ اي طبعا لما ينخفض الهواء انا عندي الجيج يبين عندي كم باقي في السلندر. يعني لما يوصل النص اعطي قائد الغوص اللي تحت ترى انا وصلت النص، افترض انه راح من بعيد عن القارب، فلما اعطيه النص هذا معناته اللي خلونا نرجع تدريجيا لننخفض نسبه الهواء في السلندر عندي. حلو؟ بالطريقه هذه. وعاده الاشارات كثيره، يعني مثلا واحد عنده مشكله مثلا، او ان انا وياك خليك مع زملائك مثلا بالطريقه هذه، او شفت مثلا فرس البحر مثلا، هذه الاشارات كلها تخاطب بين الغواصين بحيث ان تتمم الغوصه بطريقه امنه سهله ما فيها اي مشاكل وتطلعوا من الصف. هذه ما قلت لكم صور كثيره في البدايه تعطي اشاره حق الزملاء. كيف تعطي زملاء خبر؟ اذا انخفض وعندي ما زال هاي الطريقه اذا انخفض، اما اذا انقطعها هي هذا نادر جدا تحصل، اصير بالطريقه هذه بالطريقه. ابو اياد بيشرح لكم عن الاحياء المائيه والمحافظه على البيئه البحريه. تفضل. شباب هدوء شويه، يا شاطرين روح غسل يدك وتعال، ما لمس هذولين روح غسل يدك وتعال. شباب قبل شويه الجماعه تكلموا وياكم عن البحر عن الغوص، احنا نتكلم اليوم عن البيئه البحريه. البيئه بشكل عام تتكون من بحر، جو، وأرض، وبار. البحر عشرات السنين حتى احنا طلعناها، لو ما طلعناها راح تبقى في البحر وراح ياكلها الأسماك أو الكائنات البحرية. شو دول الدول؟ ما سمعت ولا واحد منهم. ماذا؟
وإذا أكلت الأسماك راح تتسمم، وإذا تسممت راح تسمم الأسماك الثانية، وإذا سممت الأسماك الثانية راح تتسمم. الموضوع من الآن عندنا مواد تأثر على المياه البحار، تأثر على التربة، تأثر على الجو، منها الألمنيوم، منها البلاستيك، ومنها المواد الثانية الكيماوية. كل البرامج الممتازة الموجودة عندنا إعادة تدوير الزجاج، إعادة تدوير الألمنيوم، إعادة تدوير الورق، بس إعادة تدوير البلاستيك هو الأسوأ والأقل في التدوير والأكثر تكلفة. وزيادة على ذلك وجود البلاستيك في كل مكان في كل بيت هو الأكثر من كل شيء، حتى ملابسنا مصنوعة من البلاستيك. النتيجة النهائية عندنا البلاستيك أكثر مما نحتاج. أنت دائما تشرب ماء في بلاستيك ترميه، لما ترميه وين تروح؟ لما ترميها تروح في الزبالة، الزبالة رايح تعود يا بر يا بر. أنت داخل البيت، داخل البيت تستخدم كاسات ورق أو كاس زجاج أو سيراميك، ليش تستخدم بلاستيك؟ تشرب ماي بلاستيك في ورق أو زجاج، ليش تستخدم بلاستيك؟ ليش ما تستخدم هدولين؟ هذا هو مصنع من 1412